هنيئا لنا بنجاح مهرجاننا، هنيئا لنا بهذه التظاهرة التي ساهمت في نفخ روح الإيجابية في مدينة مثل مدينة الزهور ورياضة الأرض. السيد حسن عطر رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية يسلم جائزة الزقاق النظيف، الجائزة الأولى لممثل حي النسيم. لدينا زبيدة توفيق نائبة رئيس المجلس الجماعي. إذن جائزة التلميذ رشيد أبنوس، وأنادي على السيد رئيس المجلس الجماعي ومدرسة المصلى، ممثل مدرسة المصلى. السيد مدير مدرسة المصلى. إذا ابتكار لمدير المدرسة، إذا تفوق للتلميذ وكذلك تفوق للمؤسسة التي ساهم أمرها التربوية في إبراز قدرات التلاميذ. إذا ابتكار للمؤسسة، مؤسسة التربوية الإعدادية يعقوب المنصور، وعمره ابتكار لكل أطر التربوية والإدارية لمؤسسة يعقوب المنصور. فهنيئا للطفلة فدوى عمراش، نتمنى أن نرى مثل هذا المعدل وأكثر على مستوى الباكالوريوس. خصصت للرتبة الأولى في دوري كرة القدم الشاطئية. وأطلب من السيد عبد الإله الزاهر تسليم ابتكار الثاني للسيدة فرحاني نائبة الرئيس. إذا هذا ابتكار لكل المساهمين في هذا في صيفيات 2016.